بسم الله الرحمن الرحيم. أشهر قوادين مصر اسمه الغربي، يعد علما رئيسيا في هذا الشأن القواد إبراهيم الغربي. أشهر ما كتب عنه الكاتب يحيى حقي والدكتور عبد الوهاب بكر وياسر ثابت، وكذلك تم تقديم مسلسل الإذاعة المصرية خلال الستينات القرن العشرين بعنوان شيطان الليل. وبرضه من أشهر اللي كتبوا عنه توماس راسل حكم دار القاهرة، كان كتب كتاب باللغة الإنجليزية من 70 سنة، وتم ترجمة الكتاب دوت وموجود في الأسواق. هتلاقيه في دار الشرق في كايرو فيستيفال. والثابت عن هذا الشخص إنه كان مخنث قدم إلى القاهرة من جنوب مصر. كان والده واحد من أشهر تجار الرقيق، افتتح بيت دعارة في منطقة بولاق، ثم زع صيته الأفق وتوسعت أنشطته في مناطق متفرقة في القاهرة. ومد الغربي صلاته وعلاقات قوية بقناص الأجانب، وعملت لديه عشرات النساء، حتى تم القبض عليه سنة 1917، وبعد انتهاء وتم منعه من مزاولة المهنة. وبعد كده بعد الحرب العالمية الأولى خرج. ويذكر إن الغربي فضل في تطوير مسيرة الرقص الشرقي في مصر، حيث إن الرقص كان مجرد قفز رتيب، قرر تعليم الفتيات هز الوسط والبطن، ومنه انتقل النمط إلى أجيال بعد كده فيما بعد زي بديع مصابجي وتحية كاريوكا وثم سامية جمال. والمريب إن شهرة الغرب امتدت لأوروبا، وصار الأجانب ينظرون بأن من زار مصر ولم يزر الغرب كأنه لم يزر مصر. ووصل عدد بيوته في الوقت دوت حوالي 50 بيت دعارة في مصر، وعدد النساء اللي كانت بتشتغل تحت إيده حوالي 1000 واحدة. تم القبض عليه مرة تانية سنة 1923، واتحكم عليه وظهر انه كان يدفع رشاوي منتظمة الى مأموري وضباط وموظفين اقسام الاسبكية وعابدين وبولاق. حكم عليه 5 سنوات. واضح ان الراجل اللي عاش مترف لم يحتمل حياة السجن لانه مات بعدها بسنة. وهكذا اختفى الرجل الذي حكم مملكة الدعارة نحو 2 عقدين من الزمن. هوامش التاريخ من دفاتر مصر المنسية. دمتم في أمان الله.